شيء. حاليا احنا انشانا 6 مراكز الاماكن المفتوحه يعني ما في ابنيه، فيعني وجدنا صعوبه كثيره يعني خصوصا اعداد الاطفال والنساء كبير، فنحن احتوينا بس النساء والاطفال. حاليا تقريبا شيء 700 عائله ضمن مدينه ادلب بالاماكن المفتوحه اعداد العوائل الموجوده. طلعنا من البيت من فزع، ولادنا ما في اهتمام، وبيتنا صار يعني تحت الصفر. جينا لهون قعدنا، وضع هون كمان اصعب شوي. يعني مثل ما قلت لك بطانيات ما بكفيني، نحن البركه عندنا 20 ولد. وقت صار الزلزال انا كنت صاحية طبعا، يعني حسيت في شيء رج، فكرت انا لانه كانت عم تمطر الدنيا، فكرت انه يعني رعد او شيء، بس بعد شوي يعني فتحت علينا الخزانات ووقع المزهريات علينا على راسنا، وفجأة قطعت الكهرباء، ما بقى اعرف انه ولادي وينهم، وصيح، ووقت اللي كانت رح تقلب البيت فينا يعني تقلب الدار. أنا جاوبت شو.